نملة ودي من النوع التمبرري اللي هو يمشي ويفك يمشي ويفك تمام. طبعا لما نتكلم عن السايفل جوينت بيتكون من ديستال بارت بتاع الفيمر، بروكسيمال بارت بتاع التيبيا، والباتيلا. طبعا في تو كولاترال ليجامنت، في بين الفيمر والتيبيا كروشييت ليجامنت، في التيبيا ليجامنت اللي هي الباتيلر ليجامنت، عباره عن ثلاثه اللي هو اللاترال اكبر واحد، والميدل اللي هو ماشي مع الشفط بتاع البودي بتاع الفيمر والتيبيا في النص، وفي الميديال ليجامنت اللي هو بينه وبين الميدل في شيب اللي هو بنخدر فيه وهو اللي بنعمل فيه العمليه. هنبدا العمليه خلي بالك بعمليه الانسجن في الجلد. عملنا انسجن في الجلد، بنروح داخلين بالتيلي توم نفتح الرباط تمام، خلاص صح خلاص وقفها بس وقفها 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 خلاص طيب. لا خلاص خلاص لا خلاص 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 الناحية الثانية هنعمل انسجن في الجيب. أنا بجيكم. احنا جنبي الجيب. خدتنيته؟ بس ملك اتعملت الثانية، تمت العملية تمام. دي ابواب الباتيلر فيكسيشن، والنوع اللي هو التمبر اللي هو يروح ويجي، لكن البيرمننت بيبقى شادد على طول تمام. طبعا العملية كانت في الرجلين الاثنين، ودي من النوع التمبرري. وشكرا. صور الجماعة دول كلهم، صور كلهم. حجي صاف، حجي صاف دكتور، حجي صاف صور الشعب ده. صور عمك الشيخ محمد، أهم حاجة البركة. صورت ال صورت ال صور العيال دول، صور العيال دول للذكر. صور هو دكتور لما يبعدوا يتقطع ارضي الجطع. خدمه 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 مسيرش.